تجيش مع بصيفك. اسمو لبنان موافقة، أقلك عليش. نجوى هم كانت موافقة جميل، وين وصلناش؟ حصلنا، جاء حرامي بعز الظهر، وأخذها من قدام شاهين ومنيرة وجميل، عينك عينك. عاصي، وأنا خايفة يطلع لنا عربيد مثل مازن وتروح علينا سراب. ما تخلي يتزوجها. أنا قايل لا. إي مو هذا جميل خاش جوا أبطها لأختي، وهذه المرة عقلها مقلقل. يروح يحكي لها حكايتي يعني ثلاثة على العمارة وتطلع روحتي بوش. ما يقدر، احنا خبطناها بس يقولون بلي على العمارة ابيعها فورا قبل القسام الرسمي، وذيك ساعة خليه مامام الامر الواقع ما حد يقدر يعترض. وابنك نجيب يتزوجها السراب وابوك الله يرحمه. عاصي هذا الحكي ما يوكل خبز ولا يوقع ثمر من الشجر، احنا لازم نتحرك، ما دام وهاب موافق خلي يعقدون. حلو، حتى تعلق بين اختك وبنها، احنا بينا حل المشاكل بس عاد. وخل تعلق. انه خاف يقلبون على العماره، شو حصل بعدين؟ بسيطة، عندنا الجراج. هسه خلنا ناخذ العمارة وراها سهلة. سهلتي ايش؟ حق خشمك على الجراج هم؟ لا يا مو اكو تقديرات، يعني قصدي هسه دخل ابيع العماره وراها بسيطه. ما دافهم. انا فهمت، احنا ناخذ العماره البيتين اللي براغبه خاتون ما يصير نص قيمه العماره، الزايد بالتقدير على الجراج يوزعوه على البيتين، يجمعون فلوس البيتين والجراج ويقسموه عليهم، المهم يعفونا ويا عمارتنا. قولي هسه احنا بحال العماره لو بحال هم اكبر منا، سراب وتحب نجيب ونجيب يحب سراب، لازم يتزوجون. انت مو قلتي انصاف معارضه؟ انت شعلك بانصاف، روح على وهاب وخذ منا الكلمه الاخيره، هم متفقين بيناتهم وهاي هي. مو اخاف يروح من عندنا كل شيء بتصرف اهوج وشي ما حاسبي الحساب. لا كل شيء اني حاسبه حسابه. إلنا ثلث الورث، قامت قعدت شرعاً وقانوناً ثلث الورث. أنت تصرف عاصم عليك، سراب إذا زوجته لابنك يعني راح نضمن ثلث حصة أنصاف، يعني راح نضمن مستقبل ابننا، زين؟ هم عندهم اثنين وإحنا عندنا أربعة عاصي. زين يا أبو، أروح للوهاب. وأني هم أعرف شحكي ويا نجي. أنا موافق. اليوم باكر عقبه ما دام الولد والبنيه متفقين لا تديرون بال. والمماطره اللي تجينا منها منها ما عليك منها، بس يعني لو بالمراضات وربح الخواطر احسن كثير من القوه والعناد. بعدين تدري يا عاصي هاي بتها مثل ما هي بتي. لا صح. وجميل ما عليك بجميل، هذا الشيء ما يخصه، هذا الشيء يخص سراب قبل ما كنا، وإذا أكو كلام فويا أبوها وأمها وبس. يعني توكلون على الله؟ إن شاء الله، بس شوفوه الإنصاف يعني. بعدين أبو نجيب يعني مش شوف يعني إنه هذا الكلام يصير بالبيت هواية أحسن؟ إيه لا. إيه بس عادي يا أبو جميل. إي أدري يا أخويا، هذه دائرة والناس واقفة برا والوقت إلهم والدوام إلهم. خاف نجي للبيت ويطلع لنا ألف عرض وعرض. أنا موجود أبو نجيب. إيش بيك؟ إيش تطوع علي؟ هاي ما يجي يحجون؟ تعالي يا نبو. شو تريد؟ تعالي احجي. انا ما اذيك شيء. شو مدريني؟ تبوع علي ببغض، ليش لعن؟ انا ابوك. قلت لك انا لا تبلين ولا يحزنون. انا مربيك على ايدي. ومسؤول عنك امام الناس كلها، ترضين او ما ترضين. العنتك هاي ما تسوي شغل. سمعتي؟ رغم كل هذا انا لا غصبك لا اسالك الا ما يريح خاطرك، وفوقاك ماله انت ما راضيه، تروحين تسوين شغلات اقل ما يقال عنها انها ما مقبوله. هذه حياتي وبكيفي ومن حقي اتصرف. احكي باحترام.
كيفها؟ أبالك هاي طالب مو بيت تروح تعقد سلم نفسها في أنواع الزايعات الدنيا، الناس كلها تصيح الغوث من عنده. أنا السن القانوني يسمح لي أتصرف. هاي هيجي بلا مشورة؟ ها؟ بلا مشورة. كل الناس حجار. بس أنت وعقلي المضبوط ها؟ هاي فوضى. أنت ما مسؤول، ما مسؤول وما من حقك تحكي كلمة واحدة. أبالك مسألة العناد هاي انتصار ربح ليش لا؟ هذا خراب بيتك ضياع نفسك. والله صحيح الغوث من عنده. شوف يا بلج انا شاهين وهذا وعد من عندي راح نعيش ونشوف. وليدي لازم تستعجل، التأجيل مو بصالحك. يما احنا مطمئنين للمستقبل وسراب سرابنا. انا ما امن بعد وضعية نجوى ويا جميل ومن بعدها جاء هذا مازن غفل وفلسنا منها. يما سراب غير نجوى، سراب تعرف أنا شنو شريد وأنا أعرف البنية كل زين. نجوى ضيعوها وضاعت بأحلامها كلهن سوى، وهاي حسبة حلال وأموال، ولو راح السراب من إيدك كل شي ما يبقى بيدك. ترى هذه البنية وراها ناس تعرف قيمة الدرهم، فش حال لو ملايين لا تصير غشيمة وليدي. يما أنت شو رايدة أتزوج لو لا؟ طمئني هذا الزواج لو راد يصير ما حد يقدر يمنعه، وهو يصير حتما. روح على سراب وشوفها وين ما وين وتفاهم وياها وليدي، لا تصير غشيم، صير رجاله اخو خيتك. والا منين جانا هذا مازن ودار مخل بنت خالتك؟ هم رجعنا على مازن. رجعنا ما رجعنا، انا بعيني دا اشوف الطمع شلون عاس قلوب الناس. لا تنغلب وليدي. هاي قوائم الحسابات توديها للنفرية. نعم. وهاي جداول مالة الملاك تودي لذاتية. وبالنسبة للإحصاء تقول للأستاذ رجب أنا قاعد أشتغل بيها، لأن أشوف شغل هواية ومكون راسي وأنا وحدي. طبعا كتار راحت إجازة ولادة. أيوة. تفضل. أيوة. هلا. شلونك؟ زينة. شو سوي؟ شغل هواية. إيه إيه. مثل شغلك. أهلك؟ شو عجب؟ إلهم حق. إحنا نتزوج غصبنا على يرضى والميرضى. زين، أدمر لي. إيه ورا الدوام؟ حاول. مع السلامة نجيب. إيش راح تسوي هسه؟ شو أسوي؟ غير أريد بيت؟ إيجار لو. إيجار إيش يا محمود؟ أنا لازم آخذ واحد من البيتين اللي براغي بخاتون، هذا حقي، وحتى إذا تعقدت الأمور أنتظر أنتظر إلى أن تنتهي المسألة. زين ليش ما تجيبها تسكن وياي؟ عشان هذا يوم بنية شايفة وعايشة، قبلين أنت أجيبها أنا هنا. إي بس يا ابني مو هم عارفين وضعك غير. إيه هذا حكي صحيح، أنا عندي هوية بالنقابة وعندي إجازة وعندي اعتماد بالبنك. شقيت 2000؟ اسمع اعتماد، وهاي الـ2000 كانت بيوم من الايام 50,000 دينار. اي وتلفستها بقعدات الحرام. وهم رجع لنا نصاح. انت ليش تنبشين الايام الماضيه يا امه؟ انا هسه الورقه تقول انا ابو بيت وزوجتي جامعيه والله مفضل عليها وعتها فلوس، وانا هم راح استثمر فلوسها بمشاريع جديده. الفلوس تجيب فلوس. والله يا مازن أنا خايفة. لا تخافين يوم، لا تخافين، أنا إن شاء الله أبيض وجهكم، وهاي الغيمة السوداء إن شاء الله تزول. كافي ظهرش مكسور على هاي الماكينة، ما كافي، وأنا كافيني عثرات وكسرات، عاد أشوف حياة جديدة، وقت جديد. أول شي راح أسويه راح أسكن وياهم. بس؟ أي حتى إيدي تكون على كل شي، ما اخلي لا واحد يبوكم لا واحد ينهبهم لا غريب ولا قريب، يعني وجود بيناتهم ضروري واجب. ماما خبرتني بساعة وصلت التليفون وقطعت. لا هذا سبب خوف ابويا وامي. يعني شو بدك تسويها سراب؟ بتعرفيني لاخر خلاف؟ ايش بك نجيب؟
معقولة أنت تتخذ مثل هيك موقف؟ بعدين أنا ما أصدق نجيب أنت تحكي هيك مثل هيك حكي؟ بس الظروف هالأيام مو طبيعية. المال سلطان. والسلطان جائز. بس الأخ أخوه. والابن أبوه. والزوج زوجته. المال ملعون سراب. لا جماعة ناجحين وإرادة تزلهم باقت ورد على هالإنجاز العظيم. للي وعقل جامع موظف. نجيب أنت راح تخبرني مثل هيك تبعية. أنا مو تبعي. لا تبعي النص. ولا متشكك بيا من أجري. معلومة بسيطة وصلتك من بيت خالتي منيرة. بعدين نجيب أحب أقول لك فتشي. ترى نجوى عمرها ما حابت الجميل بيوم من الأيام. ولا جميل حبها النجوى. بعدين نجوى غير سراب هواية أمور. وإذا فعلا ثقتك مهزوزة قوم وياي. وين؟ أقول لك قوم. غير أفهم. للمحكمة. محكمة؟ إذا للمحكمة. هسه خلال نص ساعة أخلي حد مخاوفك ومخاوف أهلك. هذا كله على مود الورث اللي عسى يحترق. إيش مدريني؟ مو قلت لك المال سلطان. حد مشينا نقهر لهالسلطان. امشي نقطع دابر الشك. بعدين نجيب أنا هم من حقي أحمي حبه من خوف الآخرين وشكوكهم. قعدي سراب، قعدي. شو جاكم يا ناس؟ صار بهالدنيا. معودين قبل شهرين كنا أحسن وأروع قرايب. شنو هالسحر الغريب اللي بدا يمسح طيبتنا هذه؟ وليش؟ اقعدي يا عيني، اقعدي سراب. أنا من دخلت ما أعرف شلون أتصرف، وليش انسقت ورا هالخوف؟ طبعاً. لأن صار طبيعة سلوكنا. صرنا نخاف حتى من خيالنا. قام هذا الورث يظهر لنا مثل الكائن الحي. يبتسمنا ويصور لنا الحياة بألوانها المرغوبة. نجيب أنا أعرف المال ضروري للناس. حتى لمعازتهم ويجمع شملهم ويشفي مرضاهم. بس مو يخلق حالة عداء بين قلوبهم وصادر محبتهم. بعدين ليش نسمح له يسوي هالشكل؟ وشنو الأسباب؟ وليش نستسلم؟ سراب أنا أول مرة أشعر قوي بيك. شنو ضعيف؟ شنو ما أعرف مصادر قوتي. أعتقد هسه عرفتها. هاي انتي باكر عقبة تتزوجين، انا ايش راح اسوي ويا هذا البيت ويا ذيك الخانم عشتو؟ بسيطة. اي حلوة على لسانك البسيطة. كانسة، ماسحة، طابخة. هاي ما ادري شلون اليوم الله هاديك وقاعدة تغسلين المواعين. لا اطمئني ماما، من هويك كل المواعين انا اغسلن واعاونك. بس بالنسبة لقضية البيتين. يا بيتين؟ اللي براغبة خاتون. انا اريد واحد من ذني البيتين. ماما انا اريد من هسه تنطيني حستي. من هسه تقولي نجاوى حبيبتي هذا البيت الك، اي حتى انا واحد يطمئن. هاي من هسه ناقص ما فاتحتي نجوى. ماما هسه هذا الحكي شنو داعي؟ اسم الله عليك. بس يعني انا دا اقول يعني حرامات، هسه احنا متزوجين جديد، نشتري لو ناجر لوش وانا عندي بيت. بس سدين هذا الحكي هسه، خلينا نشوف شي يصير ما يصير. ماما حبيبتي واني خافت تروح املاكنا منا لو منا، فواحد لازم من هسه ياخذ حقه. هاي وبعدش ما عرستي. هذا حق ما له علاقة بعرسي. زين عود نشوف. شو تشوفين؟ قولي لي هذا البيت إلك وخلصيني. هي غير أول مرة نتقاسم ويا خالاتك. ما علي، أنا أرد واحد من ذني البيتين. زين إلك واحد من البيتين، بس فكي عني يا أخي. فدوة الله فدوة. شكرا ماما، شكرا حبيبتي. اصلا انتي احسن واعظم واحلى ام الدنيا كلها. شوفي مو بس المواعين عقسه، لو الله حتى الحمام نظفه. اي نعم. لا احنا دفعنا التامينات ودفعنا الكفاله والكفاله المصرفيه. قولي لي صدر لنا امر اداري المعمل الديواني حتى يزودونا بالمواد الاوليه. نعم. لا بس استاذ ردنا امر اداري المعمل الديوانيه اي حتى يسهلونا مهمه. اكيد طبعا. يعني شلون نجهزكم واحنا ما عندنا مواد خام؟ زين ادز لك ولد في الساعة الأخ؟ ان شاء الله. شكرا، مع السلامة. تفضلوا شم. مالك؟ ايش بيه؟ واقف برا. شي يريد؟ والله يقول جاي بضاعة للقمرق مال المطار. زين شو اسوي لاني؟ يريد نسوي له كتاب لهناك. تسوي له كتاب؟
لا مو هو يريد يحكي وياك.